أهلا بكم إلى هذه النشرة الإخبارية من أورينت نيوز، ونبدأها بأهم العناوين. ميليشيا أسد تقتل الشاب محمد العماش تحت التعذيب في سجونها بعد أشهر على اعتقاله. هجوم قرب حقل الخراطة النفطي بدير الزور يوقع قتلى لميليشيا أسد. علي أكبر صالحي يعترف بوجود فيلق القدس في ليبيا منذ زمن. إسرائيل تقصف مواقع في غزة ومخاوف من فشل الهدنة. أهلا بكم إلى تفاصيل هذه النشرة. قتلت ميليشيا أسد الشاب محمد حسين العماش تحت التعذيب في سجونها، وسلم جثته لأهله في بلدة البغوز بدير الزور. وجاء ذلك بعد أيام من قتل الميليشيا الشاب محمد حسين الضغيم تحت التعذيب في سجن صيدنايا بعد قرابة 10 سنوات من اعتقاله. والحديث عن ذلك أكثر ينضم إلينا عبر الهاتف فواز المرسومي الصحفي من طرابلس. أهلا بك فواز معنا في هذه النشرة. كيف هي أو كيف تم إخبار عائلة الشاب بوفاته أو بقتله تحت تعذيب، وما سبب الاعتقال وكم دام أصلا؟ أهلا وسهلا، أودي تحياتي إليك وللمستمعين جميعا. بالنسبة للحادثة، تم محمد كان عامل في لبنان قبيل الثورة السورية بأشهر، كان موجود هو بلبنان. شخص مدني ليس له علاقة بأي تنظيم كان، أو أساسا لم ينزل إلى سوريا منذ نشوب الثورة. ذهب في زيارة إلى أهله، فتم اعتقاله على أحد حواجز النظام على الحدود السورية اللبنانية. وتم اغتياله منذ شهرين إلى أحد فروع الأمن. ليتفاجأ الأهل بضابط من ضباط النظام يتصل بهم ويخبرهم أن ابنهم موجود معتقل لديهم، ولن يطلق سراحه إلا مقابل مبلغ وقدره 60 مليون ليرة سورية، أو سيسلموا جثة هامدة. لكن وضع الأهل صعب. ليتفاجأ الأهل منذ يوم البارحة باتصال من ضابط النظام يبلغهم ان ابنهم ميت. طبعا لحد الان لم يتم تسليم الجثه. تم اعطائهم اليوم صباحا اعطاهم اوراقه الثبوتيه وورقه من مشفى 601. والحادثة انه توفي بكورونا، لكن حسب بعض المقربين له انه مات تحت التعذيب. نعم، لكن فواز هل كان هنالك، هل اخبروهم بسبب اعتقاله او التهمه الموجهه له حتى تسلم اوراقه الثبوتيه بعد شهرين ويخبرون بقتله في سجون النظام؟ للاسف الشاب كما ذكرت لا يوجد عليه اي تهمه، غير منذ 2011 هو مقيم في لبنان، وكانت هذه اول مره يذهب فيها لزياره اهله في سوريا. نعم، هل لتثبيت هويته او اسم المنطقه التي ينتمي اليها، هل ربما كان سببا في اعتقاله او توجيه تهم بشكل مباشر له؟ على الاغلب او كما نعتقد انه بسبب اسم المنطقه، كونه من بلده الباغوز تم اعتقاله بدون اي وجه. او كما يذكر بعض الاهالي ايضا، حدثت حالات قمنا بتوثيقها منذ فتره وهو اعتقالات عشوائيه لابناء مناطق دير الزور. وثقت حالتين منهم لشاب من بلدة الشنان يدعى أحمد العايش، أيضا مقيم في لبنان منذ عام 2013، تم اعتقاله وأبلغوا أهله أنه لن يتم الإفراج عنه إلا مقابل مبلغ 40,000 دولار. طبعا هذا الكلام من أقربائه من الموجودين، وأنا التقيت معهم منذ فترة يعني. نعم، فواز المرسومي الصحفي السوري كنت معنا من طرابلس، شكرا جزيلا لك. توفي طفل جراء البرد ونقص رعاية صحية في مخيم الهول القابع تحت سيطرة ميليشيا قسد في الحسكة. وحذرت منظمات دولية من تردي الأوضاع الإنسانية والنقص الحاد بالرعاية الطبية في المخيم، وذلك بعد رصد وفاة 58 طفلا خلال العام الفائت.
شن مسلحون مجهولون يعتقد تبعيتهم لتنظيم داعش شنوا هجوما على حقل الخراطة النفطي جنوب غربي دير الزور. وذكرت شبكة إخبارية محلية أن الهجوم أوقع قتلى من ميليشيا أسد والميليشيات الموالية قبل أن تستقدم الأخيرة تعزيزات وتنشرها في المنطقة، ما اضطر المهاجمين للانسحاب. خرج الأهالي في مدينة إدلب بمظاهرة ليلية طالبت بإسقاط نظام أسد، وأعلن المتظاهرون تمسكهم بمبادئ الثورة حتى تحقيق كامل أهدافها. كشف وزير الخارجية الإيراني الأسبق علي أكبر صالحي عن مشاركة ميليشيا فيلق القدس في ليبيا منذ زمان. وذكر صالحي أنه تم إنشاء مرافق خاصة بحجة تقديم المساعدة لثوار الجرحى تحت غطاء الهلال الأحمر، مشيرا إلى أن قاسم سليماني كان يلعب دورا مهما في تعيين السفراء في دول شمال إفريقيا والدول العربية. وللحديث عن ذلك أكثر ينضم إلينا عبر الهاتف دكتور إياد المجالي الخبير في الشأن الإيراني من عمان. أهلا بك دكتور معنا في هذه النشرة. ما سبب الحديث الذي ظهر الآن لصالحي فيما يخص فيلق القدس وليبيا؟ مساء الخير لك ولمستمعينك الأعزاء. حقيقة التصريح من مسؤول إيراني بمستوى وزير خارجية ورئيس منظمة الطاقة الذرية الإيراني علي أكبر صالحي يحمل في طياته دلالات عميقة. كان النظام الإيراني ينفي بالمطلق أي تدخل أو حضور إيراني في أحداث الأزمة الليبية وتداعياتها. حقيقة تأتي مضامين هذا التصريح رمزية للمجتمع الدولي على قدرة إيران في تغيير شكل الأحداث في المنطقة. هذا التصريح أعتقد أنه جاء يشكل اعترافا ضمنيا لثوابت الاستراتيجية الإيرانية الذي بني على ثوابت النظام الثيوقراطي الإيراني ومشروعه التوسعي في المنطقة. فجاء التصريح بدور إيراني فاعل في الأزمة الليبية ليؤكد أن أذرع طهران ومخاربها في المنطقة ذات تأثير بالغ في إدارة أنماط الصراع لكل أزمات المنطقة دون استثناء. نعم، لكن ما الذي دفع صالحي للحديث الآن دكتور؟ وهل سيكون هنالك تبعات لهذا التصريح من الناحية الدولية على إيران؟ نعم، يعني إيران كانت تنفي هذا السلوك التفاعلي أو التدخل المباشر في أزمات المنطقة وإدارة أنماط هذا الصراع، لكن ما تداعيات هذا واضح بأنه يعني شكل من أشكال المراوغة السياسية في مواجهة الضغوط القصوى التي يمارسها المجتمع الدولي على طهران في هذا الوقت بالتحديد، خاصة وأننا على أعتاب الجولة الثامنة من مفاوضات فيينا مع مجموعة الأربعة زائد واحد والتي تخص البرنامج النووي الإيراني. أعتقد أن يعني ترسيخ طهران لحضورها الفاعل على كافة مشاهد وأنماط صراع سواء كان في اليمن أو العراق أو سوريا وليبيا هي جزء لا يتجزأ من مرتكزات عقائدية ثورية. نعم، وصلت الفكرة دكتور إياد المجالي الخبير في الشأن الإيراني، كنت معنا من عمان، شكرا جزيلا لك. قتل 3 عناصر من ميليشيا الحرس الثوري الإيراني باشتباك مع مسلحين في بلوشستان. وذكرت وسائل إعلام تابعة للميليشيا أنها قتلت 6 أفراد من المهاجمين في منطقة كورين التابعة لبلوشستان. وإلى اليمن، حيث أحرز الجيش اليمني تقدما جديدا في محافظة شبوة بعد تحريره مناطق واسعة من ميليشيا الحوثي. واستعاد الجيش السيطرة على مديرية عسيلان، وذلك بعد يوم من تحرير جبل حيد بن عقيل عقب معارك عنيفة مع الميليشيا
فيما تستمر ضربات التحالف العربي على مواقع ميليشيا الحوثي في محافظة مأرب شمال شرق اليمن. قصف الجيش الإسرائيلي مواقع في قطاع غزة، قال إنها ردا على قصف الفصائل صاروخين من القطاع تجاه إسرائيل. ويأتي القصف المتبادل في وقت تظهر فيه مخاوف من فشل الهدنة ما بين الطرفين. وفي السياق، نقلت قناة العربية عن مصادر قولها أن القاهرة أجرت اتصالات مع الإسرائيليين والفلسطينيين لوقف التصعيد. بهذا الخبر مشاهدينا نكون وصلنا لختام هذه النشرة. لمزيد من الأخبار يمكنكم متابعتنا على orient-news.net. إلى اللقاء.